مرحبا. مرحبا بك. لاباس عليك؟ لا مانيش لاباس. علاش؟ مانيش لاباس. الامور تعبه بالضبط. كيفاش؟ تعبه في كل شيء. كي دخلت التونسي بركه تمرض بالاعصاب. ترسيل معطوك بطاقه معاق. يدفع عليك. في كل شيء في اللي تصور انت في بالك. نمشي نتفرجوا في الكوره يكرهوك في الكوره. تتفرج في الرجوليه يكرهوك، في الكرامه يحب فرنسا، هذا التونسي يحب فرنسا لتو ويحكي بالفرنسي وما يحشمش. وغادي ريتي غادي مقابل بالضبط عندنا ناجس موريسر ديغول، فضيحتها برك اكثر منها. كيفاش علاش؟ ديغول ما تعرفيش ديغول هنا ندبهم. علاش انت ما قلناش نحكوا على شخصيه شارل ديغول، انت علاش قلت لي على خاطر تسميه الشارع؟ تسميه الشارع والرخص والكرامه ما عندناش، بديت من البرقيبه دخل لنا الرخص نحبوا فرنسا. حتى في الكرة نشجعوا في فرنسا في القهوة. هو مش كلنا نشجعوا فرنسا، والكرة وفيما يعشقون مذاهب. ما تجيش فلان تقول شبيك تحب الفريق ولا شبيك تحب الترجي. لا لا ما تحب ما تجيش فلان لا لا ما منتخبات يتبعوا، ما تقولوش شبيك تحب اسبانيا وما تحبش فرنسا ولا بعيدة كل البعد عن لغة فرنسا استعمرت. 3000 دي جول في الجزائر في نهار برك 3000 قتلهم وبالتراكس يهز فيهم. وهنا عاطينه نهج باسمه. تعادوا عندنا الصفيحة نتاعنا نتاع نابل يبدلوه باسم الصفيحة نتاع نابل وحنا رايدين على الأقل ود بلادنا وتونس. في الموضوع في الخدمة ولا تحبي تحكي؟ صديقي قلت لي أنا رجعوني وما فهمتش علاش رجعوني، فين كنت تعيش؟ كنت تعيش في إيطاليا. إيطاليا قداش؟ ضارب 20 سنة في إيطاليا. ومن بعد يقبي يروح بيك من غير باسبور يعرف علي أنا جاسوس إسرائيلي. هاي المروك ما تقبلكش من غير باسبور. خليه عندكم غاد. شنو الظروف اللي روحت بها من إيطاليا؟ ظروف تعبه بالضبط. مشكل الانجليز، الانجليز قبل ما يروحوا بيك يتلم املاك الكل، حتى عندكش دار تحب تبيعها يبيعوها لك وتروحوا بيك. غادي يقرصوك كرتل سكر في كاغت ويروحوا بيك. في سويعات تم في دقائق وتمشي باش يعيطوا لك للقنصل باش يشوفك يتاكد منك تونسي ولا يعمل لك يغزر لك من الكرهبه زاد ما هبطونيش. صديق احنا قصينا خاطر فما كلمه قلتها ما نقولوهاش، ما احلاك يا ريت انا تكون متسامح مع روحك ومع ذاتك. فما كلام حتى ولو قانا قناه على الانترنت فما كلام ما نقولوش شخصي، لكن انت قلت لي مشهد يعني انت كي يجوا يرحلوك انت او غيرك بتوانسه يجي القنصل يتفرج فيك في القنصليه نتاع جنوبا ما تدخلش حتى القنصليه في وسط الكهرباء قعدت نتاع الحاكم. شوفك من الكهرباء؟ من الكهرباء يجي يعمل لك طلع كانوا سلعه باش يشريها من السوق. أغزرال هي تونسي عرفتني هي تونسي ما حكاش معايا جملة ما كلمنيش. وقتاش هذايا؟ هذايا 2005 2006 البريود اللي بوك هذيك أيمت بن علي يعني. وعامل معايا مصفقة بن علي الوقت هذاك كان ما خبروش عليها في تونس. جا الروما جا الروما عمل معاها مصفقة مع إيطاليا باش يجملوا له الأجانب الكل تزيرية مغاربة مصريين من السنغال من الكامرون وهو يفرز هنا بالغربة. انت اطرحت موضوع وبليتو نطرحوا في موضوع التوانسه اللي تم ترحيلهم، قلت في دقائق في ساعات ما يخلوكش تشوف تشوف دينيتك تشوف ما يخلوكش تشوف دينيتك وتلم ماتريالك. حتى في زوز بوليسيه استرجلوا معايا عندي كونت معين في بنكه من البنوك مفرتهم انا استرجل قال لي باش عدوا ما غادي برا بتجيبهم عندي 8 ملايين باش جبتهم البنك وشويه ذب عندي كاسه كاسه سيجوريت تحطي فيها زب نتاعك باسبورك وراقك. قال لي وعندك بصوت دخلت غادي مديت لهم تك تك جبت الكونت الكل سكرته وجبت الذهبات اللي عندي باسبوري وراقي. لا ولولا البوليس الايطالي هو كيكا كانت فما عنده انسانيه عداك سينورك خليتهم غادي شنو يخليهم غادي ما عندوش. وهز وصلوني جنوبا عدوني القنصلي جاي عمل علينا طلع هاك القنصل ومشى وما نعرفش شنو حكي معاهم. بس وقتها كي رجعت تونس ما خممتش ترجع ما لقيتش بوسيبيليتي باش نرجع. امانة بصمة برك خرجوا لي خناري الكل لازمني نبقى 5 سنين هنا وحاولت 4 مرات معناها تصرف الفلوس تطيش فيهم هكاك والحرقات اللي موجوده تو برشا عباد ما يعرفوش الحرقات. مساكن تمشي لمبادوزا هذيك حرقه ماشي لقفص انت جزيره في الماء. هاي وصلت غادي شنو باش تعمل؟ باش تموت بالشر باش تموت بالسخانه ومن بعد باش تقدم روحك وحدك وحدك للحاكم باش تطلع فك الفلوكه باش تمشي لسيشيليا وباليرم. ها تصرف عليها 7 تولت 15 مليون حرق ومش مضمون. قلت لي كبرت غادي انت مشيت في عمر قداش؟ مشيت مينور عمري يمكن 17 سنه. كيفاش مشيت؟ مشيت كيفاش مشيت؟ نحكي لهم الولاد الصغار تو ما يصدقوش مساكن يبدا ما يصدقوش. خطرت لي هكا هنا عملنا زوز جازوزات شعبيه انا وصاحبي مشينا قصينا تيكي قالوا لنا اليوم ما فماش سياره ارجعوا غدوه. رجعت من غدوه قصيت الصباح العشيه ركبت 6 بتاع العشيه روب
تونس روما 45 دقيقة أقرب من الحمامات. كانت لا فيزا لا حاجة. وكانت فيها تشغيل وكانت فيها بتبيع ليبوك نتاع كراكس. ليبوك الحزب الحزب شنو اسمه البي دي. حزب البي دي ترزينا فيه العرب الكل. تتفكر ديما أكيد اللي أنت رجعت لتونس وكي رجعت شنو خدمت لهنا وشنو تخدم؟ يخلوك تخدم هما حتى جرد عساس ساعة تدبر لها معارف. ويسرقوك ويمات كان ذكرياش ايمات المقاوله ايمات طرابلسيه وقت شدينها ولا هكا سمعت ينحي لك اكثر من الشهر الشهري من قلت عساس ما خدمت لا ما خدمتش حتى خدمه خدمت كانت بريود في معمل كوكا شهرين هكا هو عملت عائله هنا ما عملتش عائله يس خاص كان عملت عائله مازال واحد يقدر يعرس بخل منك انت وانك ما خممتش بخل مش بخل مش بخل اللي نقدر بيه نعيش بيه ما تنجمش تجمل بعرس عرس قداش تو يلزمه قداش يلزمه عرس هي عمره تو 7 ملايين باش تعمل عمر عرس تاخو وحده جاهله مسكره في مخها حتى بيتمكن ما تعرفش شكون ابنها وتتشرط عليك اكل رديت بالهم والهم ما رضاش بيك جيتين ما نحبش ندخل في تفاصيل صح جيتين الناس كل خدمه جيتين تو نعطيهم نزلت لهم الاثنين كالراجل كل مرأة كالراجل كل مرأة أمانة نحكي لك على كجبدنا على العرس جريت بيك سنين وبليتو تخيرت انك ما تعيش وحدك خير من تعيش مع مرأة وتمرمدها وتمرمد صغاره بالضبط بالضبط هكا وصلت اللي حاجتي بيه بالضبط وربي يهدينا وكا ماشي اليوم تلبس الخدمة كيفاش لا ما عادش نلوج عيست من الخدمة عيست منها الخدمة هاكا ساعات نعمل تنقيز على الغابة عايش من الغابة تو شنو تنقيز من الغابة وش معناها مثلا كبار كبار تعرف الكبار تحطوه في البريك ستة اي كبار كبار تجمعوه ما نجمع 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 او غالي من فين تلقى فيه ونجي نبيعو ونجي نبيعو بالجملة ما تلقي حاجات كان اللي يحب يحش تقول كلهم موصينو على الزوالي موصينهم على الزوالي فين تجيب فيها خاطر ما انتوش به مطلوب من الغابة شوية اخر لقيت البندق يجي الخريف عصافر نولي نسد في العصافر نبيع فيهم منصف بيس خلينا في البندق وخلينا في الكبار يعني من غابة غابة نتاع غابة عمومية ولا غابة نتاع شكون غابة نتاع إدارة غابات نتاع الدولة نتاع شكون الغابة؟ مش يسموها تسرق باش تغابة الدولة ولا إيه؟ يلقطوها أنتم أمان معناها تخليه ينور ويا أخي ماشي تعيشوا كما يقولوا فيها تراب ولا ولاد سيزمو هذوكم ولاد العائلات نمشي نلقطوا أنا نستفاد بيه وهو كنت تلقاه ما مش يلقطوا فيه ما مش يجمعوا فيها عايش على روحه طالع تي ربي من عندك الحق لقط شوية كبار كنت نبيع فيه بجملة حلفت معاش نبيع لهم حب ياخذوا بصدور باش يبيعوا هو ب 35 و 40 دينار غالي برشا بري المرسي سنترال هاني نصب بيه تو الايمات هذيا في المرشي نتاعها من الف للزوالي نعطيه ديريكت للمستهلك كونسيماتور نعطيه هو يبيع فيهم ب 45 دينار نبيع فيه ب 20 دينار هكا جوايد بالكل زاد كنت استقعت كومام لقيت الحمد لله شوي اخر تو قوت البندق ومن بعد البندق ماني غابت اندو ما تعطيش غابت يسرقوا لك قال لي بس واحد انت ريتي خنقته مر ولا من السبيع قلت له اخي تبيت هنا وريته كيفاش يلقط في البندق خاطر قبل كانوا يتشعبطوا لها شجره ويهبطوا كعبه البندق. وهي كيفاش؟ انا يعني ريتها في ايطاليا دي. كيفاش؟ هي يضربها الشيء اللي توا في اوت. الكعبه تتحل من الشجره ويبدا يطايح عليك فوق راسك هابط لوطا لقطوا من لوطاو. تفرش لا حد شيء تك 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 نعطيهم ونمشي على الروح. كل يوم تيث 4 كيلو وانت رايض على روحك. هو البندق شو تبيعه ما لازم يتغلى ولا حاجة باش يولي مش يتغلى كي كعبة اللوبيا وتكسرها وتحل وريني شطارتك وساعة البال نتاعك باش تكسري البندق. أنا لازم أنت شطارتك زادة والأسواق اللي تمشي لها. لا عندي كليونات معينين حتى جيران في الحومة بقتلهم السلعة والسلام عليكم وأنا رايح. ربي عايش.